عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت خاتم الأنبياء، السلام عليك يا زوجة سيد الأوصياء، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك يا كثيرة الضلعين. بقلوب مفجعة نعيش هذه الأيام ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا ذكرى مظلومية الزهراء ومنعها حقها والهجوم على دار بابها وإسقاط جنينها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل، ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار،
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفعل لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ مصطفى الموسى وأيضا نشكر الذين أتوا من خارج مدينة هاليفاكس لإحياء هذه الليالي المباركة فحياكم الله بين أخوتكم وجزاكم الله خير وأجبكم على رسول الله المخالفون دائما ينكرون مظلومية الزهراء عليها السلام وإسقاط جنينها وكسر ضلعها وحرق باب بيتها وضرب المنافقين لها وينكرون هذه الحقيقة الثابتة في التاريخ الإسلامي
لأنه طعن في شريعة خلافة الخليفة الأول والثاني والثالث. لذلك هناك الكثير من الأحاديث التي وردت في كتب المخالفين والتي تبين ضرامة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. السلام على الزهراء أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أخواني المؤمنين، لنتعاون مع اللجنة فقط عشان نبدأ الشيخ، تفضلوا للأمام. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فقام وتقدم وصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا تنويه من اللجنة النسائية، الالتزام بالهدوء أثناء المحاضرة الدينية، وجزاكم الله خير. أما الآن يعتلي المنبر سماحة الشيخ مصطفى الموسى بذكرى وفاة النبي والهجوم على دار الزهراء عليه السلام. فصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا باب فاطم، يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل أعداء لما أتوك بنو الضلال غضابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفيت وراك تقبل أعتابا، أو ما رققت لغيرك
أنا كسرا أيوا فاطمة أو ما يا رقضت لضلعها يا لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخطابة كأني بها بين الباب والجدار تنادي انكسروا ضلعي إن أسقطوا ما في أحشائي وليك مثل الباب لكن ما علي حجاب والله قميت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجيس من الذي دخل في الباب عصرني وكسر ضلوعي وصدر عايب سقط مني جنيني وأيست منه سقط مني جنيني وأيست منه انكبت على قبر أبي باكية مولولة شاكية تنادي بلسان الحال تقل أبويا يا أمر على عبده وضربني يا زهراء والله أمر على عبده وضربني ومن ضربته يا للقاع ذبني والله ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني والله ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني ومن الناس ما واحد حشمني وين أصوات الشباب بويا بويا من متيت يا زين المعاني والله المعاني ابن حنت ملل بيت جاني سوا والله جاني سطرني على عيني وعماني هيا سطرني على عيني يا
سن سقاط يا الباب يا وام العصرة والزهرة الزكية يا وام العصرة والزهرة لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قبل البدء بالحديث ننوه إلى أخواتنا النساء بالتزام الهدوء حتى يتسنى للجميع الإنصات والاستفادة. أولا، لماذا هذا الاختلاف بين المسلمين في قضية الزهراء عليها السلام؟ ولماذا يتحسس البعض من ذكر هذه القضية التاريخية التي اختلف فيها المسلمون؟ هل هناك فعلا اختلاف علمي معتمد على الدليل والبرهان حتى يمكن أن نناقش ونأخذ ونعطي، أم أن القضية لم تكن معتمدة على دليل وبرهان وإنما هي قضية سياسية أساسا؟ كيف نثبت مجرى هذه القضية؟ هل هو مجراها علمي بحت أم مجراها سياسي بحت؟ حينما نعود إلى القرآن الكريم ونرجع إلى أساس الاختلاف بين المسلمين في قضية الإمامة، لماذا أنكرها القوم ولماذا تمسك بها الإمامية؟ حينما نقرأ القرآن الكريم سنجد أن كلا الفرقتين تعتمدان على دليل يدل على مدعاها الإمامية، لديها من الآيات القرآنية ما يثبت مدعاها، وأيضا أبناء العامة لديهم من الآيات القرآنية ما يثبت مدعاها. لو أردنا أن نناقش القضية بعيدا عن التعصب والتحيز،
أي من خلال معالجتنا إلى القرآن الكريم معالجة منطقية. إذا أردنا أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، تعال لنعالج قضية الإمامة أو قضية الشورى من أساسها، يعني قبل ما نقسمها إلى إمامة وشورى أساسا هذا المنصب ما هو حقيقته؟ أليس هو المنصب الذي يأتي بعد منصب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني من يأتي في هذه الدائرة لا بد أن يقوم بوظائف النبي صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة، تمام يا ولا؟ يعني لا بد أن يقوم بسد الفراغ التشريعي، لا بد أن يقوم بسد الفراغ الاجتماعي، الفراغ الروحي، كل الثغرات التي أحدثها فخذ النبي صلى الله عليه وآله. الذي يأتي من بعده هو المكلف أن يقوم بسد جميع الثغرات التي تركها فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا جئنا نناقش هذا المقام ونقول أن الذي يأتي بعد رسول الله ويجب عليه أن يسد فراغه، من الذي يختاره، نحن أم الله تبارك وتعالى؟ هنا وقع الخلاف. الإمامية يقولون القضية نص، والآخرون يقولون شورى. طيب دعنا، ربما يكون الشيعة لا تملك الدليل الوافي، وربما السنة لا تملك الدليل الوافي، دعنا نتأمل الآيات القرآنية. إذا رجعنا إلى جذر القضية اللي هي قضية شنو الخلافة أساسا، الخلافة في الأرض، هل هي خلافة اختيارية أم خلافة تكوينية جعلية؟ إن قلت أن هذه الخلافة تكوينية نحتاج إلى دليل يدل على تكوينية الخلافة، وإن قلت أنها اختيارية أيضا سنطالبك بالدليل الذي يدل على أنها اختيارية. اختيارية يعني شنو؟ يحق لكل إنسان أن يختار. زين، بالنسبة إلى ما يدل على تكوينية الخلافة، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني شنو؟ جاعل في الأرض خليفة. لسائل أن يسأل الله تبارك وتعالى نكر كلمة خليفة، جعلها نكرة ولم يدخل عليها أل التعريف. إذا واحد قال لك المقصود بكلمة خليفة هو آدم، نقول احنا نحتاج إلى دليل على كونه آدم. ليش؟ في اللغة العربية أن التعريف يدل على التخصيص، والتنكير يدل على ماذا؟ يدل على العموم. يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يتحدث عن عموم شنو؟ الخلافة في الأرض. هسه الخلافة صارت نبوة وصارت إمامة بكلا قسميها، ومن يقول إن المقصود هنا النبوة فقط؟ نحتاج إلى دليل. لكن إطلاق الكلمة خليفة وتنكيرها يدل على أن كل ما يصدق عليه مفهوم الخلافة هو معني في الآية المباركة. الخلاصة من هذه الآية أو من هذا الدليل أن الخلافة الآن اختيارية أو تكوينية؟ تكوينية ليست اختيارية. نجي نناقش الدليل المقابل، قالوا إن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: وأمرهم شورى بينهم. هذا دليل على أنه الخلافة اختيارية. نقول هذا الدليل أقل من المدعى. شلون يعني أقل من المدعى؟
يعني هذا الدليل لا يستطيع أن يثبت تمام القضية. شلون؟ لما أدقق بالآية المباركة أقرأ قول الله تبارك وتعالى وأمرهم، أمر من؟ أمر الناس. أمرهم شورى بينهم، يعني أمر الناس الذي يخص الناس من حقهم أن يقومون به. أما ما هو من مختصات الله ليس للناس حق أن يتدخلوا فيه. الله يقول إني شنو؟ إني جاعل في الأرض خليفة. لما يقول الله إني جاعل الخلافة في الأرض، مو من مختصات الناس، من مختصاته تبارك وتعالى. فقوله وأمرهم شورى بينهم، أو قول النبي، أو قول الله للنبي وشاورهم في الأمر، يعني في الأمور التي يمكن للناس أن يبدون رأيهم ويقدمون شيئا، كما صار في قضية الخندق لما المشركون حاوطوا المسلمين، النبي فتح باب المشورة إلى المسلمين. أول من أدلى برأيه سلمان رضوان الله تعالى عليه. كانت فكرة الخندق من أفكار سلمان رضوان الله تعالى عليه. قال إحنا في بلاد فارس إذا غزينا حفرنا خندقا، ورسم إلى النبي شلون يحفرون الخندق، وأمر النبي المسلمين بحفر الخندق. عادي ولا طيب؟ ربما سنخرج عن المألوف في طريقة الاستدلال. شوف لاحظ أكو آية بالقرآن الكريم ربما تقول ليس لها دخل في هذا البحث، أقول لك لا تتعجل انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. دعنا ننتظر لحظات. بنو إسرائيل جاءوا إلى النبي قالوا له إننا قد ذللنا، إن جالوت الملك الظالم أخذ أموالنا، اقتص من أراضينا، يعني تعدى على ثرواتنا، ونحن نريد حلا، نريد من يخلصنا من هذا الملك الجائر. فقال لهم النبي امهلوني 3 أيام. كم يوم؟ 3 أيام. بعد 3 أيام جاءوا إلى الملك، جاءوا إلى النبي، صار قال أيضا أمهلوني 3 أيام. بعد 3 أيام جاءوا إليه قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شنو طالوت؟ طالوت هذا ليش يصير علينا ملك؟ أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. احنا ما نقبل به لسببين. السبب الاول طالوت فقير من طبقه متدنيه، واحنا بني اسرائيل طبقه راقيه ورؤوس اموال، طبقه مرفهه، وما نقبل هذا يصير علينا ملك. السبب الثاني ان طالوت ليس منا، يعني مو من بني اسرائيل، مو من قبيله يهودا، شلون نجيب واحد يحكم علينا؟ فقال لهم إن الله سيجعل النصر بهذا. هسه أنتوا تريدوا الله تبارك وتعالى ينصركم، اتبعوا اختيار الله. قلبوها ظهرا وباطنا وافقوا. فأعطى النبي القيادة إيمان إلى طالوت، وسار طالوت بالجيش وكان مقداره 30,000، جيش عظيم. التفت إلهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. كانوا ظمأ عطاشا،
فشرب معظمهم. من امتثل لأمر طالوت كان عددهم 313، وقال للباقي أنتم لا تنفعوني أبدا، عودوا إلى الديار وسنقاتل جالوت بهذه العدة. فعلا راح وحارب طالوت جالوت وانتصر. هاي القصة القرآنية التي نقرأها، جالوت الملك الظالم الذي قابل 313 بجيشه الجرار، وإذا بهذا الملك يقتل على يد رجل فقير كان يرعى الأغنام وهو نبي الله داود، كان جنديا في المعركة وقائده طالوت. فوجدوا أن النصر بيد من؟ بيد هذا القائد، هو اللي قادهم إلى المعركة ونجح في انتصاره. لما نعود إلى الآية المباركة نقول إلى المسلمين، إذا كان الله يختار قائدا لإدارة معركة ولا يجعل الاختيار لبني إسرائيل، أفلقيادة الدولة الإسلامية والقيام بمنصب أو بدور النبي صلى الله عليه وآله، كيف يجعل هذا المنصب الخطير والعظيم إلى عامة الناس؟ ما ممكن إطلاقا، أمر غير عقلائي. شوف القرآن الكريم لما اعترضت الملائكة على الله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مع العلم أن الملائكة عقول معصومة، خلقوا معصومين لا يخطئون. ثم قال لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون. فأساس القضية هي أن الخلافة في الأرض هي خلافة تكوينية، ليس لأحد أن يختار النبي وليس لأحد أن يختار الوصي، كل الأوصياء تم اختيارهم من قبل الله. شمعنا وصي النبي محمد صلى الله عليه وآله، لابد أن نطلع لنا في القضية ونقوم بها، هكذا يصير. ثانيا، ما يدل على أن المسألة تعدت الدليل والبرهان وأصبحت مسألة سياسية، لماذا الخوف من هذه القضية؟ ليش؟ لأنها ببساطة سوف تبين أن الأشخاص الذين قاموا بهذه القضية وصادروا خلافة رسول الله وهجموا على بيت الزهراء، هل يمكن أن نطلق عليهم لفظة الصحابة؟ وهل يمكن أن نطلق عليهم لفظة المؤمنين أو المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما ممكن على الإطلاق. ليش؟ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيّن أنه لا يمكن أن نحمل الناس على محمل واحد. الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. من أهل المدينة، هذول أهل المدينة منهم؟ ألم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وآله ومن صحابته؟ والقرآن يقول مردوا على النفاق. مردوا على النفاق يعني صار النفاق طبيعة فيهم. هذول أيضا من الذين عاشوا مع النبي وتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الحصانة التي تعطى إلى الإنسان ليس بمجرد صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وآله. العاص بن وائل كان من الصحابة، الحكم بن العاص كان من النبي أهدر دمه وطرد من المدينة وحكم عليه، من يراه في المدينة يقتله مهدور الدم. ليش بعد موت النبي صلى الله عليه وآله فلان وفلان يأمرون بإرجاعه إلى المدينة ويعيش حياته كما كان؟ فأكو أمور بالتاريخ لابد أن
نعيد التأمل فيها، ليش صارت هذه القضية بها المسلم؟ ومع من؟ مع البيت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبين صباحا ومساء فضل هذا البيت. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يبين؟ إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن للنبي بيوتا سبعة ملاصقة بمن؟ بالمسجد، وكان كل بيت له باب مطل على المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد الدخول إلى المسجد يجي من وين؟ من بيوته، مو من الباب الرئيسي للمسجد. إن الله تبارك وتعالى أمره بسد الأبواب، فسد الأبواب إلا بابه. باب منه هذا؟ باب علي وفاطمة. ليش؟ ليش هالباب بالذات يبقى ومضل على المسجد؟ مو بس قضية أنه علي وفاطمة وكذا، لا، إمامة. الله يريد يقول لك أن هذا المسجد الذي تقام فيه الصلاة، المحافظة على الفرع لابد أن تكون منطلقة من المحافظة على الأصل. الإمامة أصل الصلاة فرع، هذا بيت الإمام، ولابد أن تكون الصلاة قائمة على الأصول الصحيحة. إذا أنا ما أعتقد بالله تبارك وتعالى أو ما أعتقد بالنبوة أصلي، أنا أصلاً ما أعتقد بنبوة النبي، شنو صلاتي هذه؟ شنو قيمتها عند الله تبارك وتعالى؟ فيريد يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله أن أكو ارتباط بين الأصول والفروع، فسد الأبواب إلا بابه. ومو بس هالشكل، أكو مواقف بالتاريخ لا يستطيع أن ينكرها سني على الإطلاق. مشكلة أبناء العامة أنهم لا يقرؤون، لا يطلعون. لا تقرأوا حديثنا، اقرأوا حديثكم. واحد من الأحاديث المروية، كان النبي صلى الله عليه وآله بعد كل فريضة يقف على باب فاطمة اللي يطل على وين؟ على المسجد، و يستند إلى بظهره إلى الباب ويطالع بالمسلمين بعدهم مجتمعين ما تفرقوا، يقول لهم اعلموا باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. هذا السؤال ما يخليني أعرف وأستفسر ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. يعني أنا كوني رسول الله بابي باب الله وحجابي حجاب الله، النتيجة إذا هتك حجاب فاطمة يهتك حجاب من؟ حجاب الله تبارك وتعالى. هذا السؤال يدفعني إلى أن أصل إلى نتيجة، النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما يقف على هذا البيت ويقف على هذا الباب ويقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، يعني شنو؟ يريد يقول لهم أن أي تعدي على هذا الباب أو على هذا البيت، والتحديد باسم الزهراء عليها السلام باب فاطمة وحجاب فاطمة، أن الاعتداء على فاطمة بأي نوع من أنواع الاعتداء هو اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. واحد من الأسئلة اللطيفة، أحد الإخوة من أبناء العامة كان عنده تحفظ على مسألة الزهراء وكذا، فهو يسألني ليش متحاملين على فلان وكذا. قلت له قبل أن أجيبك سأسألك، كم كان عمر الزهراء عليها السلام حينما استشهدت؟
18 سنة. قلت أنا أريدك أن تجيبني على سؤال، هل ماتت حتف أنفها أو ماتت عليلة؟ إذا بكتب أبناء العامة أنها ماتت حتف أنفها ما عندنا مشكلة، خلاص كتب الله لها هذا العمر، انتهى عمرها ماتت. لكن إذا كنت تقول أنها ماتت عليلة، ما هي العلة التي ماتت منها وكيف ماتت؟ وما هي قضية الدار؟ وليش الإمام علي يقاد بحمائل سيفه، يلبب بحمائل سيفه؟ وليش الإمام علي بالتاريخ 6 أشهر يأخذ أصحابه سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد ومعهم الحسن والحسين ويأمرهم ائتوني محلقي رؤوسكم، ويقف يطرق بيوت أهل المدينة، أنا والله خليفة الله عليكم، أنا صاحب الحق، أنا حجة الله؟ ليش؟ هذا مو بس عندنا إحنا، هذا طرح عام. وإذا طرح عام ما يخليني أتساءل بماذا يطالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولما أقرأ بالتاريخ، مطالبة الزهراء عليها السلام بحقها الخاص وبحقها العام من الأول، ليش تجي الزهراء الطالب؟ لما أجي أقرأ بالتاريخ، اقرأ كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. ابن أبي الحديد مو شيعي، من أئمة أهل السنة المعتزلة، الرجل سني، يذكر في شرحه لنهج البلاغة قال: سألت أستاذي لماذا رد الأول فاطمة ولم يعطها فدكا على رغم علمه بصدقها؟ قال له: لو صدقها في فدك وجب عليه أن يعطيها فدكا. وسوف تأتي الزهراء في اليوم التالي تطالب بالخلافة، فكما صدقها بالأمس يجب عليه أن يصدقها اليوم. إذن القضية ليست قضية دليل علمي، إنما هي قضية رتب لها القوم لإقصاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولإقصاء الزهراء والأئمة صلوات الله عليهم. وحتى نعرف أن الموضوع ما اقتصر على ذلك، لماذا نفي أبو ذر؟ ليش؟ لماذا ولي سلمان على المدائن؟ تتوقع أنت سلمان حبا فيه وكرامة لي ولى على المدائن؟ مو حبا في سلمان، وإنما لإضعاف القاعدة الجماهيرية لأمير المؤمنين عليه السلام حتى يبقى وحيدا، هذا بالمدائن وذاك بالربذة وهذا كذا وهذا من هنا. ولماذا يتعمد معاوية بقتل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام؟ اسأل بالتاريخ، من الذي قتل مالك الأشتر؟ من الذي قتل عمرو بن الحمق الخزاعي؟ رشيد الهجري، ميثم التمار، حجر بن عدي الطائي؟ هذول الأصحاب الخلص اللي كانوا من حواري أمير المؤمنين عليه السلام، لماذا قتلوا؟ بأي سبب؟ بأي جرم؟ لأنهم كانوا من أتباع علي عليه السلام. من الذي أمر بقتلهم؟ معاوية. معاوية خرج على إمام زمانه، ألم يكن علي هو إمام المسلمين بنص من الله وباختيار المسلمين؟ إذا تقولوا شورى، هذا أمير المؤمنين بالشورى إمام خليفة حجة، وخرج عليه معاوية. من هنا ابتدأت قضية، اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد وأصاب فله أجران. ثم قالوا
بأن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر. يا أيها المسلمون، معاوية هو من ابتدع هذه النظرية لكي يحفظ نفسه. اللي اجتهد اجتهد في قتل واحد، ما اجتهد في قتل أمة، أدري ولا اجتهد في محاربة الإمام علي بحرب واحدة، ومو أخطأ في محاربته إعلاميا ومحاربته عسكريا ومحاربته حتى من حيث الحديث. فضائل أمير المؤمنين حاول طمسها وإخفاءها، هذا كله اجتهد فأخطأ. لما نفكر بعقولنا شوف هاي النظرية أصلا ما إلى أساس من الصحة. نحن نتعامل مع كل شخصية حتى الإمام علي عليه السلام، نتكلم عن أمير المؤمنين أو نتعامل معه أيضا بما نفهمه من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة. أما غير ذلك لو جاء أمير المؤمنين بخطأ والعياذ بالله، قلنا أن أمير المؤمنين أخطأ، قلنا أمير المؤمنين فعل، قلنا أمير المؤمنين كذا، لكن واقعه الله يتحدث عنه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. النبي يتحدث عنه بإجماع المسلمين، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فلان وفلان وفلان وغيرهم يلجؤون لأمير المؤمنين. لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. من الضحية؟ الضحية هي زهراء عليه السلام. جاء القوم بعد وفاة النبي، اشتغل أمير المؤمنين بتجهيز رسول الله. أثناء التجهيز كل هذول اللي راحوا إلى سقيفة بني ساعدة لم يحضروا تجهيز رسول الله. إذا أنتم صحابة ومقربين وكذا، تعالوا، لماذا لم يأتي من الأصحاب وشارك في غسل النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن عباس؟ أمير المؤمنين يغسل وابن عباس يسكب الماء. ثم بعد يوم استحكمت القضية عندهم فجاءوا إلى دار أمير المؤمنين عليه السلام، يطرقون الباب، إمام علي جالس، فجاءت الزهراء إلى الباب، امرأة قاعدة ببيتها، من الطارق؟ أنت تطرق الباب واحد يقول لك منو، تقول أنا فلان. فأجاب الرجل: مال ابن عمك أوردك الجواب؟ قالت له: إن الذي أوردني الجواب قبحك يا ظالم. الواحد يحكي وياك بأدب، كنت تحكي ويتبادل بنفس الطريقة. ماذا صنع؟ رفس الباب برجله. امرأة عزيزة خفية مصونة، ماذا صنعت؟ لاذت خلف الباب، فأحس بها بين الباب والجدار، فأسند ظهره إلى الباب ورجله إلى الحائل إلى الباب، وصار يعصرها عصرا، فنبت المسمار في صدرها، فصرخت مولاتنا: آه انكسروا ضلعي، آه أسقطوا ما في أحشائي. يقول الرجل: قابلتني بوجه أعشى بصري نور، فرفعت يدي ولطمتها على عينها. أيوا فاطمة، ما قال أبويا بيت أبو
الحسنين بيدي وما قال في الزهرة احفظوني عقب ما وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي والجزل خلف الباب ليش مجمعين وبانا لازم نطبع وحط قوة بالباب بالباب يا شيعة اوعى الصلاة وانقلع يا فاطم وحط قوة بالباب يا شيعة اوعى الصلاة يا فاطم تنادي يا رسول الله تكون ويلي جاها وعصرة وفوق وجنتها لطمايا وظل عين كسرها بطنها ولا وزين بتشوف وقامة تدافع عن ما وطاعت وطاع العميل من مسقطين زينب من ذاك الوقت مجاهدة مدافعة أسفي عليك يا بنت رسول الله وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار لا تبزغي يا شيخ كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار تستر باليمنى كفا فإن أعوز الستر بدت باليسار ذكريات مؤلمة بالمدينة لزينب شافت أمها بين الباب والجدار وشافت رسول الله وبعد لما رجعت من كربلاء إلى المدينة صارت ذكريات مؤلمة دخل عليها محمد بن الحنفية يسأل النساء أين أختي زينب قالوا له يا ابن الحنفية ألا تعرف أختك زينب انظر إليها هذه أمامك صار ينظر إلى امرأة شاب مفرقها وحده ودب ظهرها فصاح واختاه وزينب شي يقول لها بلسان الحال ويلي انت زينب ليش غيرت الزمان اهواي بعيوني احس متغيره الهلك الدار يم الخدر متروس شيب الصار بيت جبدا فلا صار بمرض شو السبب يم الخدر منحوله هيج رد يا محزون خبريني شجرة شجرة يا محمد ابن الحنفية قالت خويا يا محمد شفت مو قليل منين بدي بهالأمر متحيرة
احجي لك من وقفت على التلتريد، لو عن المظلوم شفت على الثرى، من شفت اخويا وعلى صدر الشمير قاعد يهبر بسيفه من حرى، لو عن خيام اللي حرقوها تريد، لو عن دروب وصحاري مقفرة، لو عن المجلس الطبيت بقيود قام يسب امي ويشتم حيدرة. الله يا زينب. لو عن المجلس الطبيت بقيود قام يسب امي ويشتم حيدرة، ما اقول لك خويا تعذرني اكيد كلمة الخو علي تحرم ترى. اسمع هالبيت ها، خويا كلمة الخو عفتها على النهار من وقع الشاط سبع القنطرة. الله يا ابو فاضل. خويا كلمة الخو عفتها على النهار هي من وقع الشاط سبع القنطرة. عند غير على زينب يا لا تقل بدل اسمي، لا تقل ام الخدير قل لي مسبية، لا تقل مخدرة. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. اللهم إنا نسألك وندعو ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين. إخواني، هذا المكان وهذه الجمعية تقوم بأعباء إقامة المآتم ومجالس أهل البيت عليهم السلام، وهي تناشدكم بوقفتكم ودعمكم، وقد وفروا صندوقا إلى التبرعات، فمن أراد أن يتبرع فهذا الصندوق موجود. بارك الله فيكم، كثر الله من أمثالكم وفتح الله لكم باب الخيرات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج عن جميع شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا، من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه المسببون لهذا المجلس. اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين. وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ماذا فعلت بنا يا سماحة الشيخ في هذه الليالي الثلاث؟ لقد عشنا أجواء تختلف، فسموت بنا في روحانيات، وعشنا مصيبة أهل البيت في كلمات ونص. وأنا أشكرك جدا هذه الليلة على المقطع الأخير في الخطبة، لقد أثر فيني شخصيا وفي كثير من الأخوة، ونحن كنا نتابع ذلك المقطع وأنت في القطيف. جزاك الله خيرا وشكرا لك. وعندما
تحين كلمات الوداع نجدها صعبة أن نودع شخصا مثل سماحتكم، ولكن هنالك لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله. باسم جميع الأخوة أتقدم بالشكر الجزيل لك على ما تكبدته من سفر ومن إحياء هذه المجالس، وأعتقد أن هذا واجبكم، فأنت صاحب الواجب ونحن نستحق منك هذه اللفتة. أشكركم جميعا يا الأخوة على حضور، كما أحب أن أشكر اللجنة النسائية حقيقة على تقبلهم هذا العدد الكبير من الأخوات، وأنهم قاموا بما يليق بسمعة جمعية البتول، كما أني في هذه اللحظة أني أطلب من الأخ أبو زهرة أن يبرينا الذمة، وهو متوكلا عائدا إلى بلده، فيسعده الله ويوفقه هناك، وأن يذكرنا دائما بالخير، وأي وقت أنت هنا فأنت بين أهلك وأصدقائك وأصحابك. باسم الجمعية وباسمي أنا أتقدم الأخ عيسى الزكري بمناسبة أن من الله عليه بالطفل هذا اليوم، جعله الله من أبناء السلامة ووفقه الله. And then I will ask the sister she wants to convert to Islam. Jazakallah khair, wa ghafarallah laha. There is two sisters upstairs. They will translate for her after a while. When she say shahada, inshaAllah. Jazakallah khair. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أختم أحب أن أشكر جميع الأخوة اللي ساهموا في إحياء هذه الليالي وخدمتها، وخص بالشكر الشيخ أبو محمد على سعة صدره وتحمله مسؤولية هذه الإحسانية، كما أشكر جميع الأخوة اللي ساهموا في إنجاح هذه الليالي. شكرا، لا أقول وداعا بل أقول إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.